دولة الرئيس، يعني من الطفولة الصعبة اللي عشتها، شو أبرز ما يبقى في البال من بساتين الليمون أو بساتين التفاح، من بيع الأقمشة في محل للأقمشة؟ ما يعني الذكرى التي لا تمحى؟ الحقيقة الأمر الأساس هو العلاقة العائلية الحميمة والدافئة اللي كانت تربطنا أنا والوالد الله يرحمه والوالدة أيضا الله يرحمها وأخي وشقيقتي، كنا عائلة واحدة متماسكة رغم الصعوبات اللي مرقنا فيها، بس كنا باستمرار عندنا شعور أنه يوما ما هالصعوبات هذه ستمر والله سبحانه وتعالى رح يفرج علينا. لما بتتذكر هذيك الأيام دولة الرئيس، هل بتتذكرها بنوع من يعني حنين، بنوع من فرح، أم تتذكرها وبتقول تنذكر ما تنعاد؟ لا، ما بقول تنذكر ما تنعاد، لأنه رغم صعوباتها بس كان فيها نكهة خاصة، هي الألفة والمحبة والترابط العائلي اللي الآن ما زال موجود، ولكن التعبير عنه بسبب الانشغال أصبح أصعب. فلا بتذكرها بكل تقدير واحترام، لأن أيام كفاح وأيام تتسم بالمحبة وبالاهتمام اللي كان الوالد والوالدة الله يرحمهم يحطونا فيه. هل بتشعر بالفخر لما تتذكر انك اشتغلت في مهن طبعاً متعددة؟ طبعا. ابرز المهن اذا بتذكرنا اياها دولة الرئيس. يعني انا وصغير كنت بتعرف كل مثل كل اولاد المدارس في عنا فرصة صيفية، كانت الوالدة الله يرحمها ما تحبز انه نحن بالصيفية، اولا بوقتها ما كان في مدارس بالصيف وما كان في إمكانيات نروح لمدارس بالجبل، فبدأ نقعد بالبيت. نقعد بالبيت يعني ما كان تحبز هذا الأمر، فكنا ننزل نشتغل في محلات. بتذكر كنت أشتغل في محل شخص ببيع قماش، أبو أحمد اسمه، أبو أحمد، نعم أبو أحمد الله يوجهه الخير. وبتذكر أنه اشتغلت في محل أيضا ببيع نوفوتي. وبعدين لما كبرت شوي صرت أشتغل في بساتين الليمون وبساتين التفاح. نعم. عمليا أنا زاير معظم القرى اللبنانية عاملا في التفاح والمنتجات الزراعية الصيفية. فينا نقول إنه علاقتك بالتفاح قديم كتير يعني. نعم نعم مزبوط. طيب أي أمتع، العمل في بستان البرتقال أم في بستان التفاح؟ يعني أي أسهل وألذ؟ والله شوفوا بالنسبة للعامل أمتع لحظة هو لما يقبض أجره. نعم. هذه حقيقة مش لازم. أدي كان أجرك بوقت الدولة الرئيس؟ بتذكر 5 ليرات لبناني باليوم. باليوم يوميتك. نعم. وكنت أنا وبالمدرسة اشتغل يوم الجمعة لحد يساعدني هذا بمصروفي. نحن وصغار احمل سلال البردان، كثير من البساتين بالجنوب اشتغلت فيها، واراد الله سبحانه وتعالى لاحقا انه الوالد يشير علي بشرائها واشتريها. طيب شراء هذه البساتين هل هو يعني نوع من الثأر من الماضي؟ ابدا. شوف لك، انا الله سبحانه وتعالى اكرمني باشياء كثيرة، وبشعر بأحيانا أنه يعني أعطيني أكثر من مستاهل، وأكيد أعطيني أكثر من مستاهل. في أمر كتير مهم وأساسي بحياتي الله سبحانه وتعالى أعطيني إياه، هي أنه ما بعرف أشعر بالحقد، ما بعرف الحسد شو معناته، ما بحياتي عرفته. وأنا بعتقد أنه هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى كبيرة. كنت شوف الناس اللي أحسن مني المتقدمين علي، حاول جاريهم بالعمل الجاد، بس ولا مرة حسدت واحد على شيء يمتلكه أو حقدت عليه لأنه تفوق علي
أو لأنه الله أعطاه أكثر ما أعطاني أو الله أكرمه أكثر ما أكرمني، لأنه الأرزاق بالنتيجة الله بيقسمها سبحانه وتعالى. فلا، شراء بعض البساتين بالجنوب تم برغبة من الوالد الله يرحمه. كان يعني رحمة الله عليه عنده احترام كبير بنفسي لأنه كافح بالأوقات الصعبة، فكنت حاول قدر الإمكان أنه ما رد له طلب لا إله ولا للوالدي. دكتور رئيس، رضا الوالدين والدعاء والرهان عليك وأنت يعني طفل وفتى، أنه الوالدة كان يكرر دائما ابني بده يصير رجل مهم، الوالدة تدعي لك أنه إن شاء الله بتقابل الملوك ورؤساء وإن شاء الله تراب بين إيديك بصير ذهب، يعني قديه خلق فيك يعني هذا الرهان عليك رغبي بالتحدي ورغبي بأنه تغيير هذا الواقع بكل الوسائل المتاحة؟ شوف لك، يعني بدون شك أنه الحظ بيلعب دور، ولكن أيضا الإرادة بتلعب دور. يعني نحن عائلة صغيرة في البيت، يعني بيت بهاء الحريري عائلة صغيرة، بيت الحريري عائلة كبيرة ولكن عائلة صغيرة، أنا وخي وأختي. أهلي ما كان عندهم شيء سوى عائلتهم، فكانوا يهتموا فينا ويقدموا لنا ما يستطيعوا. الوالد الله يرحمه كان يقدم لنا أكثر مما يستطيع، أحيانا كان يقترض بالفادي ويحمل نفسه أكثر مما يستطيع من أجل أن يدفع أقساط أو يجيب لنا ثياب بموسم الشتاء حتى ما يشعرنا بأنه بحاجة. الحقيقة كانوا الوالد والوالدة يشوفوا بأولادهم مستقبلهم، وهذه ترى مش شغلة خاصة ببهاء الحريري رحمة الله عليه، هذه العائلات اللبنانية إجمالا يعملوا لأولادهم أكثر مما يعملوا لأنفسهم. وهذا نحن مشان هيك الله سبحانه وتعالى من علينا في لبنان بالتكافل الاجتماعي. لاحظ بلبنان دور العجزي محدود جدا رغم أنه عندنا كتير كبار في السن. نعم. ليش؟ لأنه في تربية بلبنان موجود عند كل الطوائف انه البر بالوالدين. فيعني بدون شك في بعض الحالات بيضطروا ان يضعوا بعض الناس في دور العجزي. تؤمن فعلا دكتور رئيس بدعاء الوالدين؟ ايه طبعا. يعني عندك ايمان انه هذا الدعاء له دور في حياتك في توفيقك؟ ايه في نجاحك؟ انا يعني الحمد لله رب العالمين، ايماني بالله سبحانه وتعالى كبير جدا، وهو اللي قاد خطواتي في كثير من الاعمال اللي قمت فيها. هل صحيح لما قابلت امبراطور اليابان تذكرت والدتك في تلك اللحظة؟ صح. ماذا تمنيت؟ ان تكون وتراني. تشبهت بطارق بن زياد في هاللحظة؟ لا. كانت امي الله يرحمها يعني من السيدات اللي افنوا نفسهم من اجل بيتهم اولادهم. فبعرف انا قديش عانت الوالدة رحمة الله عليها، خاصة بالوقت اللي مرق على الوالد صعوبات. نعم. وانتقلت حالته من رجل أوضاعه معقولة إلى رجل اضطر أن يشتغل بنفسه عند الآخرين، وهذا تم من بعد ما حصلت نسميها تلجي ببداية الخمسينات. تلجي يعني وقع تلج بكميات كبيرة بالساحل، وهذه ما عدنا شفنا منها بس أنا بذكرها تماما، وكانت هذه نقطة تحول في حياتنا. انتقل الوالد من رجل لديه عمل صغير إلى رجل يعمل عند الآخرين. هل التلج يعني لها هي مسبب ولكن فقط هي مسبب؟ مسبب طبعا. عم أقول لك نقلت البيت من بيت عايش كان عنده عمل لإله إلى رب البيت اللي هو الوالد الله يرحمه، صار يشتغل عند الآخرين يعني بساعات بساعات. مشان هيك أنا حساس لموضوع المزارعين وموضوع مساعدة يعني الحكومات اللي ترأستها هي الوحيدة بتاريخ لبنان اللي عطت مساعدات للمتضررين من الكوارث الطبيعية. قبل ما اجي على الحكومة انا ما بحياة لبنان
كان يعوض على المتضررين، وإن كنا نحن مش عم نعوض كفاية، ولكن بدل المبدأ قائم وعوضنا بسنوات عديدة جدا. دولة الرئيس في مثل بقول إنه القلة بتولد النقار. صحيح. بالبيت علاقتك يعني بخيك بأختك، هل يعني بسبب القلة كان في نقار ولا كان هالوضع ممكن يعمل العكس يعني؟ لا لا، كنا عايشين في بيت زي ما قلت لك، يعني العائلة عائلة صغيرة، حاجاتها محدودة، ببلد أصلا مش بلد اللي هو مدينة صيدا، مش مدينة الناس فيها ركض وراء القيم الاستهلاكية. نعم. بالعكس كانت الحياة الأمور الجوهرية بالحياة هي الأساس، مش اللبس أو غيره، وكنا نقدر نلبس بشكل معقول يعني، بس ما كنت أقدر أجيب طقم كل شهر أو أشتري حذاء كل شهر أو هذه. بتذكر كنا مثلا نأكل خبز معجون بالبيت، كنت أنا أقوم ساعد الوالدي بالعجين. بالعجين نعم، الوالد كان يساعد الوالدي الله يرحمه بالعجين كمان. الغسيل كان يوصلوا التياب على إيدهم، ما كانت الغسالات لسه موجودة، كنت أنا أكل تيابي بإيدي مثلا. كانت الوالد ما كانت ما يعني بمرحلة ما كان في عنا كهرباء بالبيت، فكانت المكوية على الفحم بعد مسكورة تماما، كنا نأكل على الأرض، نقعد على الأرض، ما كان في طاولة ما كان في طاولة، الغرفة اللي كنا ننام فيها كنا نأكل فيها، لما نخلص الأكل نضب الطاولة سموها الطبلية، ونحط الأكل بشي كنا نسميه نميلي، ما بعرف ليش بس بسموها النملية. نملية. نملية بسموها النملية، اللي عندها عبارة عن خزانة فيها مشبك صغير مثل المنخل، مثل المنخل، حتى يمنع منخل يعني صغير رفيع. حتى رفيع، حتى يمنع دخول الحشرات وغيره. ما كان في ثلاجة، ما كان عندنا بوتاغاز، حتى الحمام كان يعني نسخن المي على النار، نسخن المي على الخشب. ف يعني لما بتذكر الامور ترى ما بشعر بالاسى بالحقيقه، بالعكس اول بالدرجه الاولى بحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته وعلى ما اوصلنا اليه، وبعدين بشعر مع الناس اللي هن ما زالوا عايشين بهذا المستوى، وهذا دافع اساسي اللي بخليني يعني حاول ساعد الناس لحتى تتخطى مشاكلها اليومية. رح نحكي عن كل هالمواضيع دولة الرئيس وعن المؤسسات اللي أنشأتها فيها السبيل في سياق الحوار، ولكن اسمح لنا نتوقف مع أول استراحة.
دولة الرئيس، هالصور القديمة هالأبيض والأسود، هالوجوه وجوه هالشباب أو هالفتيان اللي كانوا رفقاتك، بتحرك الحنين عندك؟ ايه طبعا، وبعني على صلة بمعظمهم، يعني في منهم قطعت صلة، في منهم توفوا الله يرحمهم، وفي منهم مين أبرز الصداقات اللي محتفظ فيها من زمن الطفولة؟ يعني في كلهم أصحابي، يعني بعدني أنا وياهم بيجوا لعندي بيترددوا من وقت لآخر، ولكن في شخصين ما زالوا باستمرار، يعني اللي هني عدنان زباوي وعبد اللطيف الشماع وخيو غانم. شو السبب؟ يعني ليش هالشخصين من بين يمكن عشرات الأصدقاء الآخرين؟ والله استمرت العلاقة، يعني استمرت هيك بحكم التعود والعادي. عبد اللطيف اشتغل بالسعودية وخيو كمان، عدنان بقي بصيدا ودلينا باستمرار، دل على تواصل مع الأهل والعائلة وهذه هذا. بفترة يعني شبابك الأول، خلينا نقول بأواخر الخمسينات بداية الستينات، كان المناخ القومي، كان المد الناصري، كان في مرحلة لها سمات يعني بصمة لا تمحى، هالمشاعر القومية بهذيك الأيام. ما تأثرت، ما انخرط دولة الرئيس بالعمل القومي بهذيك الأيام؟ بلى، أنا كنت بحركة قومية العرب، اشتغلت أنا وياهم وعلى صلة فيهم، كنت قوية. وبعدين لما سافرت لبرا انقطعت الصلات بسبب العمل، يعني بسبب العمل. ولكن بدون أدنى شك أنه مرحلة المد القومي كانت مرحلة أساسية تركت بصمتها علينا، على جيلي أنا، وما زالت تركي بصمتها علينا حتى الآن. في مرة أحد الشباب بيقول لي من كم سنة، بيقول لي أنتوا جيلكم محظوظ أحسن من جيلنا. ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي كان عندكم قضية بصرف النظر شو صار فيها، بس كان عندكم قضية، وهالقضية هاي كانت اخدي كل تفكيركم. اما نحن الانترنت ما بيعمل قضية، والكمبيوتر ما بيعمل قضية، وبالتالي بشعر انا بفراغ لما الشخص عم يحكي. لما بقارن حالي انا بوالدي، بوالده يظهر كان كمان بديك المرحلة من الناشطين في التيار القومي. بتشعر يعني آمنت بمبادئ الحرية والقومية والوحدة طبعا. وهل انكسرت أحلامك مثل ما انكسرت أحلام جيلك، الأحلام الجماعية؟ انكسرت؟ لا، ما فيك تقول انكسرت، وإنما أصيبت بنكسي. ويعني كانت مرحلة، كانت الشعارات هي اللي نحن راكدين وراها، بس مع الوقت ومع التجربة ما تبين انه الشعارات غلط،
وإنما تبين أنه ما فينا نوصل لهذه الأهداف دون عمل جدي ومستمر ويومي من التطوير ومن شبك المصالح الناس ببعضها في العالم العربي. يعني ما فينا نحكي عن الوحدة ونحن مش شابكين مصالح العرب ببعضهم في أرجاء الوطن العربي. يعني وحدة مصالح بالدرجة الأولى برأيك لازم تكون وحدة. يعني شوف الأمة العربية تواجه الأخطار نفسها، عندها التاريخ نفسه، تحكي نفس اللغة، عندها التطلعات نفسها، ولكن هناك حواجز سياسية قائمة فيما بينها. فهذه الحواجز السياسية أنا شايف أنه بالوقت الحاضر في استحالة بإزالتها، ولكن في أمور تانية فينا نعملها. خذ أوروبا مثلا، أوروبا تحاربت مع بعضها وانتهت الحرب بالأربعينات، منتصف الأربعينات. من بعد انتهاء الحرب فكروا كيف الطريقة لحتى يقدروا يعيشوا مع بعضهم، لقوا أفضل طريقة هي شبك مصالح الشعوب الأوروبية مع بعض. هي شعوب، نحن منا شعوب، نحن شعب، نحن شعب قومية واحدة موجود ببلدان متعددة، فنحن عنا يعني ميزات تفاضلية عنهم. عنا لغة واحدة، عنده لغات متعددة، قوميات متعددة. عنا أسباب أكثر، أسباب أكثر للوحدة يعني. نعم نعم، وأسهل، ومع ذلك ما قدرنا نتقدم كتير بهالإطار. بالعودة لسياق هيك المحطات بحياتك، عملت التوجيهية في القاهرة بعد ما درست بصيدا، بمدارس صيدا، ما طولت بالقاهرة، ما أغرتك القاهرة كمدينة؟ لا يعني لا، أغرتني بس ما كانش عندي إمكانيات. ما كان في إمكانيات؟ لا، لو في إمكانيات كنت بعيد. حبيتها كمدينة جدا وما زلت بحبها، وتربطني برجالاتها صداقات عميقة جدا، بس ما كان عندي امكانيات انه اكمل. فرجعت على بيروت. على بيروت نعم. ودرست بالجامعة العربية واشتغلت بدار الصياد. بدار الصياد نعم. كنت اشتغل بدار الصياد بالنهار بمحاسبة، قسم المحاسبة، وبالليل كنت صحح الانوار، جريدة الانوار. نعم. وبتذكر يعني تعرفت على المرحوم سعيد فتاحة. تعرفت عليه، وبتذكر مرة كان كنت سهران في البنت اللي على السنترال، يمكن اسمها أوديت الله أعلم، قالت له عني، فبعت وراي. كان الساعة 4 الصبح. نعم. لابس كان روب دي شامبر لونه بني، أو إيه مش بني، لا يعني ذاكرتك تحفظ هالتفاصيل؟ ايه، لانه قعدت معه جلسة. قعد قال لي انا سمعت انك انت بتدرس بالجامعة وبتشتغل بالليل هون وبالنهار كمان بالمحاسبة، نعم، امتى عندك وقت تدرس؟ قلت له بدبر حالي لاني مضطر. فوقت اعطيني نصيحة انه خليك عم تشتغل، وانه النجاح بده شغل وبده مثابرة. اذكر ذلك تماما. قدي يعني الفترة اللي اشتغلت فيها ببيروت؟ أتذكر كان في واحد بالمطبع اسمه نصري مثلا، في واحد اسمه استفان بال ايه، حتى التقيت بهالناس بهالاشخاص. ايه ايه شوفهم. كنت اعرف بسام طبعا وخيو، ووالدتهم. طيب، السفر إلى المملكة العربية السعودية، نعم، دولة الرئيس، بعد هالمهن المتعددة، يعني كيف اجت الفكرة؟ كيف تم هالموضوع؟ شو اللي خلاك؟ ببساطة كنت في ضائقة مالية، نعم، يعني مش كنت أساسا في استمرارية للضائقة المالية. فشفت عنوان، شفت إعلان بجريدة من أجل طالبين معلمين. رحت على السفارة، تقدمت. يمكن أنا اللبناني الوحيد اللي راح، لأنه ما كانوا اللبناني يروحوا، كانوا ياخدوا من هون فلسطينيين، نعم، يروحوا يعلموا بالسعودية. فأخذت الوظيفة على أمل أنه بالسعودية ممكن لقي فرص أفضل من اللي موجودة بلبنان، وهكذا صار. من بعد ما وصلت على السعودية بجمعتين لقيت شغلة تانية إضافية غير التعليم، غير التدريس، لقيت شغلة تانية محاسب عند نقول عيسى عكاوي.
كان سهل التأقلم مع يعني بلد جديد وهذيك الأيام، يعني عم نحكي نحن عن أواسط الستينات. أواسط الستينات يعني مش صعب كتير، لأنه يعني أولا البيئة بالسعودية محافظة، وأنا جاي من بلد محافظ. نعم. يعني بصيدا والدتي الله يرحمها كانت تغطي، عاشت حياتها وتوفت تغطي. هل صحيح أنه يعني فور ذهابك إلى السعودية ذهبت إلى الحج أو إلى العمرة ويعني رأيت ما يشبه المنام أو نوع من رؤية، هل هذه الحادثة صحيحة؟ أنا عملت حجات. نعم. حجات ببدايتي في المملكة، يعني أعتقد بعام يمكن 66 67، يمكن إيه 66 يعني 86 هجري 87 هجري أكشي. طبعا الناس بتنسج مواضيع كتير جدا، بس موضوع الحلم لا، ما في شيء من هالنوع. طيب دكتور رئيس، يعني صار معروف تقريبا يعني كيف بدأت وكيف انطلقت في المملكة العربية السعودية، كيف التزمت بناء فندق في مدينة طائف وبفترة قياسية أنجزت، ويعني النجاح الحقيقي، الثراء الحقيقي، هل وجدت، يعني البعض هيك بتساءل انه هل وجد الرئيس الحريري فانوس سحري حك وطلع له مارد قال له اطلب بتمنى فاعطاه؟ لا، ما في فانوس سحري. كيف؟ اولا بدون ادنى شك انه الله سبحانه وتعالى اكرمني في المملكة العربية السعودية. نعم. وبدون ادنى شك انه السعوديين والعائلة كان إلى فضل كبير علي، ما بننكر شيء، وأنا دائما بقول إنه نحن لحم كتفنا من عنده. أكرمونا كما أكرموا كل اللبنانيين اللي راحوا. يمكن الله سبحانه وتعالى كان له إرادة إنه نتجه اتجاه معين بموضوع البناء، وكان في حاجة لهذا الأمر، فنحن سدينا هذه الحاجة. نعم. واشتغلنا. هلا كتير ناس بيسألوا شو سر النجاح. أنا برأيي السر بسيط وممتنع، هو الصدق. كلمة صغيرة ولكنها أساسية. الصدق بكل شيء. يعني نحن متعاطى مع ناس كتير بالعالم، بتسمع بحياتك أنت متعاطى، بتسمع أنه فلان صادق فلان كذاب. بمجرد ما يطلع عن شخص أنه هو كذاب بيفدق مصداقيته، وبالتالي ما بيقدر يمشي بالشغل ولا بأي شيء. دولة الرئيس في السعودية، يعني ما كان نجاحك هو نجاح فقط بناء وتجميع ثروة ومال، كان كمان تجميع كان حط كلمة تجميع بين مزدوجين، علاقات، صداقات. يعني بس أنا بلشت من أول الدرجة. يعني أنا بلشت أستاذ مدرسي، كنت أعلم أولاد بأوقات الفراغ، كنت اشتغل بعد الظهر بمكتب محاسبي، انتقلت على الرياض مدير لمكتب محاسبي، تعرفت على السوق والناس والعالم والمصارف وغيره. بعدين اشتغلت في شركة مقاولات، صاحبها بعده صديقي للآن. نعم. زي مياسي، دايما كل ما بشوفه بقول له مرحبا معلمي. فبيضحك وبيتواضع، بس فعلا اشتغلت عنده 5 سنين تقريبا، تعلمت الصنعة عنده وتعرفت على السوق، تعرفت على الناس وتعرفت على العالم، وبنيت مصداقية بسيطة بالبداية. بعدين عملت عمل لإلي و أسس شركتك الخاصة. نعم. يعني أسس شركة خاصة، هذا قبل 73. لما صارت 73، سنة 73 وحصلت الحرب، صار في لخبطة بالأسعار وغيره وكذا، وهذه مرقنا بصعوبات، ولكن رغم الصعوبات اللي هي أدت إلى تراكم ديون علينا، دفعناها بالكامل، بعدين تخطيناها واستمرينا بالعمل. الصداقة دولة الرئيس مع خادم الحرمين الشريفين، مع الملك فهد، صداقة مميزة ولكن ملفتة للنظر. يعني ما سر هذه الصداقة؟ كيف بدأت؟ كيف تكون؟ ما في شيء تاني، نسج حول 100 قصة. نعم. الحقيقة هي بسيطة جدا، الصدق. الصدق بالمعاملة، الصدق بأي سؤال أسأل عنه بجاوب عليه بصدق.
المصداقية اللي كسبتها بالعمل وبالسياسي يعني، فانبنت علاقة قائمة على الصدق وطبعا الإنجاز والتسليم بالموعد والسهر على العمل بنفسه. الملك فهد من الناس الله يطول بعمره اللي بتابع الأمور شخصيا، فبحب الناس اللي بيسهروا على شغلهم وبيدعمهم ودعمهم. وهذه استمرت هلأ بوجود الأمير عبد الله أيضا كمان بنفس الروحية، طبعا مش أنا الآن، أولادي هم اللي قائمين على العمل، ولكن بدعم ورعاية من الأمير عبد الله من خادم الحرمين. شو هي أول أمنية هيك شخصية حققتها دكتور رئيس؟ يعني شيء كنت بتحلم فيه بتمني نفسك فيه محروم منه بطفولتك، أول ما صار معك فلوس رحت عملته؟ شوف، لما أخذت السيرتيفيكا كان الوالد الله يرحمه عنده رغبة إنه يشتري لي ساعة. ساعة، عرف كيف؟ ما قدر يحقق الرغبة هاي لظروفه، اشتغلت طول الصيفية. مجرد انه يشتري لك ساعة مش قادر. ايه كان ظروفنا صعبة يعني. نعم. شو الساعة كان حق 100 ليرة وقتها. بتذكر اشتغلت في محل في محلات بصيدا واشتريت ساعة منهم ودفعتها بالتقسيط. أول ساعة بحياتي بمتلكها كانت اسمها نوعها تيسو. نعم معروفة. معروفة. نعم. بس وقتها ما كانت كتير معروفة. شو بدنا نحلم هيك دعاية ليش؟ ايه نعم. وبتذكر حقها حوالي 100 ليرة أو 90 ليرة ودفعتها بالتقسيط من عند اللي كنت اشتغلها من بيت دباني. نعم. غيره الشباب اللي هون هلأ بيشتغلوا بالزراعة وغيره، فاشتغلت عندهم فترة. بعدين من الأمور اللي مثلا أول ما رحت على السعودية رحت أستاذ زي ما قلت لك، كنت أقعد على الفرندا شوف الناس راكب السيارات فارهة، فكان اللي حلمت فيه انه كان علي شوية دين بلبنان اني ادفع الدين مبلغ بسيط يمكن 10,000 ليرة وصمد قدن اشتري شقة واشتري شقة تاني واشتري سيارة، يعني كلهم على بعضهم بيطلعوا 30-40 ألف ليرة، يعني بهذاك الوقت كانوا بيطلعوا شي 15 ألف دولار. هذا كان حلمي. بس اللي حصل انه قعدت ولقيت انه دخلي بلش يزيد وفرص العمل متوفرة، فاستمريت واستمريت لليوم. يعني دولة الرئيس اول مبلغ تبرعت فيه يعني مبلغ هيك فعلي كان لمدرستك. نعم. مدرسة لبناء مدرستي. نعم. لبناء مدرستك. لبناء المدرسة اللي درست فيها انا وصغير. نعم. مدرسة فيصل الاول بتذكر كان حوالي 300 ألف ليرة لبناني كانوا ثروه، ما كانش معي قدن، يعني انا تبرعت بكل ما عندي للمدرسه. ليه يعني؟ شوف لك، يعني نحن وصغار الوالدي والوالد الله يرحمهم ما علمونا انه المال هو هدف هيك، يعني كان يعني مثلا ما كانت الوالدي تجي تاخذ تعطينا لكل واحد مصروف وتحط مصاري على بمحل معين اللي لازمه شيء ياخده، طبعا مش ما في سروي، ولكن لا. ربع ليرة نص ليرة 10 قروش اللي لازمه ياخده، ما كان حدا ياخد أكتر من اللي لازمه. إذا المال مش هدف معناه أنه وسيلة. وسيلة لا، شو وسيلة بالنسبة لك دكتور رئيس؟ يعني أنا بعتقد أولا لسعادة عائلته، لسعادة نفسه، لسعادة الآخرين، طبعا تأمين مستقبله ومستقبل أولاده. فالمال ما تعلمنا أن يكون هدف بحد ذاته، لأنه هذه شغلة خطيرة جدا إذا أصبح المال هدف للإنسان بيتجرد من إنسانيته. وما أجت هذه بدراسي، أجت تلقائيا. يعني أنا مثلا لما زي ما قلت لك لما تبرعت ببناء المدرسة ما كان عندي مبلغ قده اللي تبرعت فيه، كان عندي نواة ابن المدرسة، صرت أبعت مصاري لبناء المدرسة من اللي طلعهم هيك لوجه الله. ايه لوجه الله هيك. وما يعني ما هلا انت عم تجي تخليني اتذكر الامر هذا. مثلا لما بدانا نعمر كفر فلوس ما كان عندنا بيت، نحن ما كنت بتملك بيت؟ لا، كان عندنا شقه.
او شقتين بصيدلة بعمارة بالأيعة، والدي الله يرحمها ساكنة فيهم، شقة هي ساكنة فيها وشقة انا يعني استعملها لما اجي، يعني استعمل جزء من الشقة الثانية. لا كانت الكل عائلة ساكنة، يعني اختي وهذه كنا ساكنين، ما كنا بنينا البيت اللي بصيدلة بهذاك الوقت. فبلشنا بالمستشفى، بلشنا بالجامعة وبالمدرسة وبكل الكومباوند هذا، ونحن ما عملنا شيء لنا بالاول. بعدين من بعد ما يعني مش البنا وقرب المستشفى على انه يفتتح، بدأنا نعمر البيت تبعنا. دكتور رئيس، بعد الاستراحة رح نحكي ليه انشأت مؤسسة الحريري، شو الهدف كان من تعليم الطلاب، شو غير المال فيك، هل ربحك اصدقاء زيادة ام خسرك صداقات، انما لو سمحت بعد الاستراحة.
التحول اللي حصل بحياتك من يعني المرحلة الصعبة من الفقر إلى الثراء إلى الاكتفاء المادي إلى توفر الإمكانيات المالية الضخمة، هل تقبلوا الآخرين بسهولة؟ يعني بمعنى أصدقاء الزمن، زمن الفقر، زمن المعاناة، هل تقبلوا هذا التغير؟ الطبقة الجديدة اللي وفدت إليها دولتك، هل أيضا فتحوا الأبواب يعني وقالوا لك تفضل انضم إلى النادي، أم كانت المسألة يعني فيها التباسات ومصاعب؟ شو بداية خليني أقول لك شغلي أنا حكيها سابقا بس بحب كررها. نعم. هي أنه شو بيحصل بالإنسان لما بيتحول من شخص إمكانياته محدودة إلى شخص الله سبحانه وتعالى أكرمه وأعطاه؟ هل يصاب بالغرور؟ هل يصاب بفقدان توازن؟ توازن. الجواب نعم، أنا أصبت بالغرور وأصبت بفقدان التوازن في بداية ما يسمى هبوط الثروة علي. أدي هالبداية يعني خلينا نكمل. بسبب وجودي بالسعودية والجو العام اللي محيط بكل الناس اللي أنا بحتك فيهم، اللي هو بعيد عن فقدان التوازن وبعيد عن الغرور، بالعكس بيعتبروا هيدي من الأمور المنبوذة. نعم، تفاخر. التفاخر هذا الأمر الحقيقة ما استمر معي أكثر من 6-7 أشهر، بس لا مرقت بهالمرحلة هاي، ومرحلة هاي دي يعني أنا بشفع على الناس اللي بتعيش معهم طول حياتهم. لأنه هاي بتغير الإنسان، أولا بصير عنده عوارض، أولا بيعتقد حاله هو الأذكى بين الناس، هو الأخف دم بين الناس. بصدق الأشياء اللي تقال عنه من الشلل اللي طب ما لقيت ناس هن يقولوا لك أنت الأذكى، أنت الأخف دم، أكيد لقيت ناس، أكيد لقيت ناس، بس ما تقبلت كتير هذه القصة، وبالتالي ما أخذت معي وقت كتير، 6-7 أشهر ورجعت لطبيعتي. هلأ بس العالم إجمالا ترسم عنك صورة هي زي ما هي بدها ترسم صورة معينة، إنه طالما أنت بوضعية معينة لازم تكون هيك وهيك وهيك وهيك، لازم تكون صفاتك هيك، اللي هي الصفات اللي بيعطوها للناس الأثرياء. بالتالي هون بصير في العلاقات الشخصية مع العالم هي اللي بتكشف قديش الواحد تغير منظاره. لا لا، روالي احد يعني معارفك دكتور رئيس انه اول مليون لما حصل صار معك اول مليون دولار، وقفت قبال المراية وصرت تحكي مع حالك وقلت له بالمراية، قلت له يا رفيق صار معك مليون. مزبوط. ليه؟ هو اكتر بس. بس لانه شيء لا يصدق. ما كنت لا انا ولا مرة حلمت انه يوما ما لح يصير معي ثروي. انا كنت احلم بالنجاح بالمطلق. طيب شو قال لك لما قلت له صار معك مليون؟ يعني شو قال لك صوتك الثاني؟ هذه بالمرحله اللي فيها غرور طبعا ترى مش سهل الموضوع هذا. طيب هلا عم نحكي عنه ببساطه وبنضحك وبننكت وبنمزح، بس مش سهل انه يمرق فيه ومش سهل يطلع منه، لانه كل المقومات الموجوده وانت بتلاحظها بالناس اللي يعني ما بدنا نحكي على غيرنا، ولكن لاحظها بالناس بتفقد توازنها. صحيح. وهذا يعني المال سلطة. طيب خسرك المال سلطة، يعني في ناس كثير كمان بيكونوا بالسلطة وبيفقدوا توازنهم، بصيروا يعتقدوا حالهم هن بيفهموا بكل شيء، بيعرفوا بكل شيء، كلمتهم هي المنزلة، وهذا اسمه فقدان التوازن، لأنه ما في إنسان بيعرف كل شيء، ما في إنسان ما بيحتاج لرأي الآخرين. طيب شو نصيحتك كونك مرقت بهالمرحلة دكتور رئيس؟ شو بتنصح اللي يصابوا بحالة فقدان توازن أو بيطلع يرجع لتوازنه؟ ما في شيء، ما تغير عليه شيء، سواء انه حاجاته صارت مسدوده شو تغير عليه؟ طيب بعده بذكر رجعه سهله. انا بقول لك رجعه مش سهل انه يصاب بالغرور الانسان. بس سهل انه انا بعتقد لازم، والا الواحد يعني بصير فيه مثل ما صاير ناس كثير عنا، ان كانوا من عالم المال او من عالم السياسي، بتلاقي لك يعني بصيروا مضحك للاخرين. لانه الناس بعد عم تشوفك زي ما انت، ما بيعرف في حدا ما بيعرف حدا،
ما كلهم بعدهم أهل سعد، بيعرفوا مين رفيق الحريري ومين بهاء الحريري ومين عمي ومين خالي ومين خالاتي ومين عماتي ومين كذا. شو اللي تغير؟ أي أصعب برأيك، غرور المال ولا غرور السياسي؟ بعتقد مش بعاد عن بعضهم، اثنينهم قراب لبعض. طيب المال خسرك أصدقاء ولا ربحك أصدقاء برأيك دوت الرئيس؟ شوف أنا أصدقائي الخلص بعدهم هني من أيام المدرسة والجامعة، الخلص اللي نحن لما بنقعد مع بعض بنقعد بدون ما نلبس كفوف. هلا معارف قد ما بدك بيقولوا لك يا دولة الرئيس ولا بيقولوا لك رفيق مثل ما كانوا يقولوا ايام المدرسة؟ يعني عبد اللطيف الشماع او عدنان زباوي شو بيقولوا لك؟ رفيق. رفيق عادي حاف. رفيق ابو بهاء ما بيقبل اصلا، انا ما بيقبل. يعني عبد اللطيف مثلا تعودنا نحن وصغار ندي عبودي، صار عمره 60 سنة وبعدني بنادي عبودي. طيب دولة الرئيس، انشائك لمؤسسة الحريري، نعم، مؤسسة عطاءاتها كثيرة، يعني انجازاتها اكثر من انه يختصرها الواحد بكلمتين، هل كانت نواة لمشروع سياسي لاحق؟ يعني من وقت الانشائتها كنت عم تفكر بالسياسي وعينك على رئاسة الحكومة؟ أبداً. ام كان نوع من الثأر لحرمانك لما كنت طفل من دراسة، من يعني دراسة مرتاحة، من يعني ما بعرف ليش عم تحط التعبير الحادي ثأر؟ نعم. طيب شو هادي الحقيقة مش هي الدافع. أنا بدون شك مريت بظروف زي ما شرحت لك صعبة، بتعليمي كان صعب، بدراستي الثانوية كانت صعبة، دراستي الجامعية كانت صعبة، بدايات حياتي كانت صعبة. فلما الله سبحانه وتعالى أكرمني حبيت اطلع للناس اللي عم بمروا بنفس الظروف اللي انا مريت فيها. غيرك ما حرمت منه. هذا اللي عم حاول اقوله. مش ثأر، هذا ثأر من انتقام من الحرمان. لا. يعني حلو يثأر من الحرمان الواحد، شو المشكله؟ الثأر شعور غير سوي، الانتقام شعور غير سوي. ما عندي هذا الشعور انا مع التسامح، ما عندي هذا الشعور. عندي شعور انه والله انا الله سبحانه وتعالى أراد أن أمر بظروف صعبة، وأراد أيضا أنه يسهل أموري ويجعلني من الناس اللي الله أكرمهم وأنعم عليهم. فما نسيت أنا المرحلة هذه اللي مرقت فيها، وبالتالي حاولت أعوض عن الناس اللي هني مش بالضرورة طبعا أهلي وقريبيني. طيب. وهذه أقرب الناس المفروض الأقربون أولى بالمعروف. دكتور رئيس، كان فيك تعوض على 1000، على 2000، على 5000. ايه بس الله سبحانه وتعالى اعطاني اكثر. عوضت على عشر، يعني 30000، 33000، وبمجالات اخرى كثيرة. عم نحكي هلا عن مؤسسة وحدة هي مؤسسة الحرير. لماذا؟ يعني ما كان في هدف سياسي؟ على الاطلاق، على الاطلاق. اصلا امتى هذا الشيء صار؟ هذا صار بعز دين الحرب، مين كان يفكر بالسياسة اصلا؟ هذا الامر كان الفكرة من وراه فتح باب العلم للناس حتى يخرجوا من الحرب، وتهيئة أجيال للمستقبل حتى تقدر هي تعيد بناء بلدها. بس ليش هالعدد؟ أولا مش أنا الوحيد في العالم اللي عمل الشيء هذا، بلبنان في ناس عملوا، وإنما عملوا على قد قدراتهم. أنا الله سبحانه وتعالى أعطاني قدرات أكثر، عملت أكثر، بتطلع لهيك بعدين بالنتيجة. بالنتيجة يعني بعتقد أنا الله سبحانه وتعالى عوضني معنويا أكثر بكثير من كل المبالغ اللي دفعتها، واللي هي يمكن ثروات. تتوقع مقابل؟ لا. من الناس اللي تعلموا معظمهم ما بعرفهم. كتير أحيانا نكون أنا وزوجتي أو أنا وبنتي نازلين عم نتعشى بمطعم، تجي بنت صبية، صارت عدة مرات السنة وسنة الماضي واللي قبلها، وهذه تجي بنت صبية بتعرفني على خطيبة بتقول لي أنا حريري فاونديشن أو أنا من مؤسسة الحريري. تفرح، تنبسط. ما تتصور الشعور هذا شو بيعطيني. في كتير شباب وصبايا صاروا بمؤسسات، صاروا بجامعات، زي ما ذكرت بمقدمة هذه، في حوالي 900 شخص حملت دكتوراه هولي موجودين بلبنان وخارج لبنان، فهولي منتشرين في بالبلد يعني. فهذا هذا الأمر هو عبارة عن يعني أنا بعتقد أكتر شيء فخور فيه هو اللي قدمته، اللي عملته من خلال مؤسسة الحرير. دخولك المعترك السياسي تم، يعني والدتك حسب ما بعرف ما كانت راضية، ما حدا الله يرحمه، ما كانت زوجتك ما كانت رغبانة بهالشيء، سيد النازك الحريري. نعم. أسرتك لم تحبذ الأمر بشكل نعم. عام نعم، ولكنك دخلت هذا المعترك.
شوف أنا دخلت في العام 92 مع أنه بدأت قبل، أنا بدأت اهتم أكثر من 82 بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان. نعم. وقمت بمجموعة مبادرات إنسانية وبعدين تحولت لمبادرات سياسية، واشتركت تقريبا بكل المبادرات لوقف الحرب. بعام 92 بعد اتفاق الطائف وغيره وهذه، وصلت الأمور بالبلد إلى حد صعب جدا، وكان اسمي يعني يتردد في أنحاء البلد، والرئيس دهراوي كان مصر أني أجي أنا رئيس وزارة، وهيك صار. يعني لبيت رغبة رئيس الهراوي وخلفت إرادة والدتك وزوجتك وأسرتك. الحقيقة يعني مع احترامي للرئيس الهراوي بدون شك لبيت رغبته، بس كمان لبيت رغبة الناس. يعني ما بعرف إذا بتذكر أنه لما جيت سنة 92 كيف نعم. كان وضع البلد وكيف انتقل بنفس الليلة. نعم. تغير الجو وتغير المزاج بالبلد البعض يسأل دولة الرئيس يعني ماذا يريد شخص مثل الرئيس الحريري ماشي. من السلطة ماشي. يعني بإمكانه يمكن يشتري قطعة أرض قد لبنان أو أكبر من لبنان. لا 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 ما تبالغ ما تبالغ، ما حدا أكبر من بلده. يعني في البعض بحاول يقول يعني بالمساحة، لا بالجغرافيا ولا بالتاريخ ولا بالتراث ولا بالثقافة ولا بشيء. هذا كلام مبالغ على الحقيقة. أنا ما بدي شيء. شو لا لا بس ذكرتك الجملة بحدا بشغلي ولا بشخص؟ يعني باثنين. لا. لا أنا بعتبر أنه في أخدم بلدي، وبالتالي دخلت المعترك السياسي، بس أنا لا أسعى أنه أعمل داينستي سياسي يعني بالعائلة. مشان هيك رغم الله ما عم بتهيئ حدا من تماما يعني أولادك عدد من الأولاد كلهم الحمد لله رب العالمين أخذوا أحسن علم ومعروفين، وهذه ما حاولت ولا عم حاول أني أدي حدا منهم لحتى يكون هو يكمل ما يسمى بالإرث السياسي لإلي أو شيء. ما بتحلم أنه بيت رفيق الحريري دارة رفيق الحريري في قريتم تصبح لا. هذا بيت سياسي له لا. امتداد بعد لا. 50 سنة بعد 100 سنة بعد 150 سنة أبداً. أبداً ما عندي هالطموح على الإطلاق، ولا عم هيئه ولا عم حضر لإله. طيب ما في غواية أو إغراء بكرسي الحكم دولة الرئيس؟ يعني الكرسي في بدون شك فيه، هو إغراء الإنجاز، هو إغراء الإنجاز. يعني بعتقد كل رجل بحب أنه يقال أنه والله لما كان بموقع المسؤولية قدر يحقق كذا ويحقق كذا ويحقق كذا، على الأقل هيك بالنسبة لإلي. ربحتك يعني. السلطة أو خسرتك؟ خسرتني. شو خسرتك؟ أول خسارة جوهرية وأساسية بحياتي أنه ولادي كبروا بسرعة وأنا ملهي عن كبرهم بالسياسي، فما عشت طفولتهم، ما عشت بداياتهم. فجأة طلعت لقيت أولادي صاروا شباب وبنتي صارت صبية، فهذا الأمر الحقيقة افتقدته كتير بهالعشرة 12 سنة الأخيرة. طبعا أولادي اللي أكبر عشت أنا وياهم شبابهم وهذه طفولتهم وشبابهم، ولكن الأولاد الصغار اللي هني خاصة أيمن وفهد وهند فجأة انتقلوا من أطفال إلى شباب إلى رجال إلى صبية بدون ما أوعالة لهم، وهذا شغلة لا تعوض. مين جابرك دولة الرئيس؟ الظرف. الظرف يعني تشتغل سياسي بلبنان، تعمل رئيس وزارة لمدة 10 سنين من الساعة 7 الصبح للساعة 11 بالليل، فلا لا ما عندك وقت لنفسك، ما عندك وقت لعائلتك. الوقت اللي بقدر اخده بقعد انا وياهم. يعني انا حريص مثلا باستمرار كنا وياهم على الغداء، باستمرار كنا وياهم على العشاء، باستمرار اقعد لحظات حميمه اخذها من شغلي لحتى اقعد انا وياهم اسمع مشاكلهم واسمع لهم رغم كل الله يخلي لك اولادك ويطول عمرك دولة الرئيس. فقدت شاب في ريعان الشباب هو المرحوم حسام. نعم. ماذا غيرت في نظرتك الى الحياه كتير. هذه يعني الحادث المؤسف ما عاد في شيء. لا اعتراض على قضاء الله طبعاً. ولكن طبعا اولا هذا الله سبحانه وتعالى هيك الله له اراده،
وأنا أخذت الموضوع بالإيمان المطلق أنه الله سبحانه وتعالى له إرادة أن يأتي هذا الولد وأن له إرادة أن يذهب هذا الشاب. تمتعنا نحن وياه بالفترة اللي عاش فيها بيناتنا، ولكن الله سبحانه وتعالى له إرادة هيك يحصل. فأخذت الأمر وما زلت أخذه بهذا الشكل، وما في طريقة تانية. هذا أولا. بس إنما كمان بنفس الوقت ما فيك تمنع الإنسان أنه تحصل تحولات بداخله، ما عاد في شيء له قيمة. يعني العزيز كل ولادي أعزاء علي، نعم. وطبعا مثل كل الناس وكل الأهل بصير عزيز عليهم ابنهم المريض أو ابنهم الغايب أو ابنهم المتوفي. فاللي بيفقد ولد أنا بشعر معه وبعرف معناها، وبتغير مجرى حياته للواحد. ما بعود في شيء يتأثر فيه، ما بعود في شيء له قيمة عنده، ما عاد يهمه، ما بعود بهمه شيء أبدا بالدنيا. وبالتالي لا الخسارة بتهمه ولا الربح بهمه ولا شيء. ما بعود في شيء له يعني، ما بعود في شيء بتمسك فيه، ما بعود في شيء بتمسك فيه. فلا كان إلا تأثير كبير جدا علي وعلى عائلة وعلى الأولاد وعلى نازك وعلى دكتور رئيس. بلاحظ أنه عندك يعني هيك نوع من الضعف الخاص تجاه البنات، وبالأخص تجاه يعني هند بنتك الصغرى. هند وجمانة تجاه البنات، مزبوط. وأختي، لأنه إحنا ربينا ببيت في أخت واحدة. يعني هذا الضعف تجاه حنونين البنات، بتحس بأنك بحاجة إلى حنان، إلى هيك لمسة. لا يعني بادلوني هني. نعم. يعني أنا مثلا بذكر هند كانت صغيرة، مرة جيت على البيت بالرياض وراسي وجعني، معي حرارة، كانت طفلة، يعني طفلة ما بعرف كم سنة عمرها، تسطحت بالتخت ونمت. بصحى على البنت وهي طفلة صغيرة، تروح على تجيب ورقة كلينكس تحط تبلها بمي، تطلع على الكرسي لتقدر توصل للمغسلة تبلها بمي وتجي تحط لي هني على جبيني هون. ما بنسى طبعا، قمت طلعت لقيتها قاعدة بالعتم جنب السرير مكتفة وقاعدة عم تطلع فيه، منظر ما بنساه بحياتي. طبعا الاولاد حنونين، ما عم اقول شيء انا، ولكن البنات احن بضلوا. البنات احن على كل، الله سبحانه وتعالى اكرمنا كثير بالاحفاد، معظمهم بنات. اي شعور بيمنحك يا الحفيد كونك صرت جد هلا؟ والله شوف لك، بيقولوا ما اعز من الولد الا ولد الولد. انا بعتقد مش كثير دقيق الكلام، يعني الولد عزيز، ولد الولد عزيز، وانما عاده الواحد لما بيصير جد بيصير معه وقت اكثر لأحفاده مما كان لديه لأولاده. نعم. عندك وقت لأحفادك أكثر من وقت لأولادك؟ لا، مشان هيك عم أقول لك أنا بحسهم مثل بعضهم، يعني كأنهم أولاد صغار. اسمح لي دكتور رئيس توقف كمان مرة مع استراحة ثم نتابع هذا الحوار.
دولة الرئيس قلت لي انه ما بدك شيء من السياسي وما بدك تورث حدا من ابنائك العمل السياسي، بينما اللي بعرفه انك طلبت من بنتك هند ان تدرس العلوم السياسية في الجامعة. ولكن مش لحتى تعمل سياسي، لحتى تساعدني. طيب وبعدين قصة ما بدي شيء من العمل السياسي، نعم. يعني مش دقيق كثير هذا الكلام، لانه بالحقيقة قلت لك كل رجل بحب انه ينجز، نعم، من خلال العمل السياسي انجازه هو مكافئته. فانا بعتقد انه من خلال العمل السياسي قادر اني اقدم لبلدي الشيء الكثير، وبتواضع بقول لك بعتقد اني قدمت. هلا في انتقادات، في كلام، في هذه بنسمعه نحن، لانه العمل السياسي في البلد هذا، نعم، هذا سمته يعني. بس انما بعتقد انه قدمت الكثير، وانه قادر اقدم بعد بالمستقبل اذا ارادوا الناس اني انا استمر بالتقديم.
قلت لك اني انا ما بدي اعمل سلالة سياسية. نعم. سلالة سياسية وهذا صح، ما بدي اعمل سلالة سياسية. يعني بعتقد انه انا قدمت نفسي لهذا العمل، وبعتقد اني ضحيت اولا بموضوع العائلة، هذا امر جوهري، وبعدين على كل المستويات اجتماعيا وماليا وغيره. تركت شغلي مزبوط، ولادي الله يخليهم يعني عم يشتغلوا هني، بس يعني اخذوا وقت لحتى يقدروا يهتموا بالشغل. هند لم تلبي رغبتك بدراسة العلوم السياسية، هل معنى ذلك انه بتعطي لولادك حرية الاختيار؟ الاختيار بالدراسة، الاختيار بالزواج، الاختيار بالحياة؟ يعني بموضوع الدراسة بدون شك انه يعني ما فيك تجبر ولد انه يدرس مادة ما مش حاببها، هي رغبة انه تدرس تعليم، فدخلت بالجامعة اللبنانية الامريكية وعم تدرس تعليم، هذه رغبتها، فبالتالي حققت لها هي. بموضوع الزواج كمان ايضا الولد هو اللي بده يتزوج، طبعا لما بده يتزوج بده يدخل فرد على العائله. نعم. هالفرد هذا المفروض يكون مقبول من العائله يعني، وبالتالي ما عندي شروط محدده بقدر ما عندي انه هالشخص اللي بده يفوت للعائله يكون مقبول من العائله. نعم. والا يعني بنفوت باشكاليات نحن بغنى عنها. هل بتشاركك زوجتك السيده نازك الحريري يعني آرائك السياسية وقراراتك السياسية، بتطلعها على بعض الخطوات مسبقا اللي ناوي تتخذها، خصوصا إذا كانت مصيرية وأساسية؟ مصيرية بتبحث أنا وياها فيها. وجهة نظرها بالموضوع عاقلي، نازك مرأة عاقلي. مثل كل طبعا هي بتفضل تقول عنا مرأة جميلة أكثر ما تقول عنا عاقلي، بس هي تتمتع بالأمرين معا. فهي بدون شك انه سيدي عقلي ومهتم ببيتها. بشعر انك بتكن لها دولة رئيس يعني كثير من الاحترام، بتاخذ يعني وجهات نظرها بالحسبان كثيرا. وجهات نظرها ولا شخصيتها بالحسبان؟ شخصيتها اللي بدك اياها. انا بعتقد الزواج الغير قائم على الاحترام ما بدوم، وهذه نصيحه بعطيها لكل الناس. انه الزواج بدون أدنى شك المحبة أساسية فيه، ولكن الاحترام مهم جدا. تقدر يعني بعض الأزواج اللي بيحكوا مع بعضهم بطريقة تنم عن عدم احترام الأول للتاني أو شخص لآخر منهم، حتما زواجهم معرض أكثر من غيره لانتكاسي أو لحتى أنه لا سمح الله يفرط. الاحترام بين الزوج والزوجة، احترام الزوج لزوجته، احترام الزوجة لزوجها، شرط أساسي لاستمرار الحياة الزوجية، لأنه الأولاد كمان بيشوفوك كيف بتعامل زوجتك، فإذا أنت مش محترمة هن كيف بدهم يحترموها؟ تقدر لما الأم، لما الزوجة ما بتحترم جوزها، كيف أولادها بدهم يحترموا بيهم؟ فبتخلق بالبيت كله سوا حالي من عدم الاحترام. وهذا ما له علاقة لا بالفقر ولا بالغنى، له علاقة بالتربية. بالتربية نحن تربينا بالبيت هيك، كان بي الله يرحمه يحترم والدتي، والدتي تحترم والدي. في أشياء صغيرة مثلا لسه محفورة بذاكرتي. الوالد كان يروح على الشغل يجي متأخر، ثلاثة ونص أربعة الظهر، ما ممكن تقعد كانت الوالدة على الطاولة وتاكل قبل ما يوصلوا، مستحيل تنتظروا. فهي شغلة حفرت عنا بعدها موجودة عندك؟ موجودة عنا طبعا. طيب تقدر تنسى بالبيت دولة رئيس، انك دولة الرئيس؟ ايه طبعا. ترجع أبداً. رفيق الحريري الزوج. شو يعني مرتي بتقول لي دولة الرئيس؟ لا مش تقلك يعني، بس ممكن تكون تتعامل على هالأساس من دون ما تقول. لا لا ممكن لا لا. اولادك نحن ما قادرين يعني بقى يشوفوك كأب يعني فقط. لا 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 يعني في احترام قبل ما اعمل رئيس وزارة. السنتين اللي يعني قضيتهم خارج رئاسة الوزارة، نعم، تعلمت فيهم دولة رئيس أشياء؟ طبعا. أبرز الأشياء، الخلاصات اللي طلعت منها؟ الخلاصات، شفت مين أصدقائي ومين مش أصدقائي. على ذكر الأصدقاء، أنا ذكرت لك اثنين. نعم. بس أنت حتعمل لي مشاكل مع أصدقائي اللي أقرب. أنا مثلا يعني مثلا
بقدر ما بقد ما عم نحكي على السنيورة ما خلتني أذكره. نعم. على اعتبار أنه عايش بوجداننا. هو من أصدقاء الطفولة. مصطفى رزيان. مين بيقدر ينسى مصطفى رزيان؟ وفي غيرهم يعني مش شو اسمه يعني بالنسبة لفؤاد بالذات أخ أكتر ما هو يعني بتحطه في مصاف الأخوة أكتر من مصاف الأصدقاء. ومصطفى يعني شخص بحبه بحترمه بقدره ما في اتعايش أنا وياه وما في عيش بلاه. في كثير من أصدقاء الطفولة فإذا هم معك يعني بمجال الأعمال والمجال السياسي. في منهم اشتغلوا معي، في منهم ما زالوا بيعملوا بالسعودية معي يعني بالمؤسسات تبعنا في السعودية. طيب شو كان يعني دافع أو الحافز لهذا الشيء؟ إنه في كثير الواحد بيشتغل مع الناس اللي بيعرفهم واللي بتعرفهم توثق فيهم، وأصدقاء الطفولة بتوثق فيهم أكثر. هذا هو، هي ببساطة. يعني أصدقاء بعد الثروة، أصدقاء بعد السلطة، أصدقاء بعد الرئاسة الحكومة. هلا في ناس تكونت، في ناس تكون، لا لا حتى ما نظلم العالم، في ناس تكونت صداقات أنا وياهم من بعد ما الله سبحانه وتعالى فتح علي، وصداقات قوية وراسخة ومستمرة. بس الأمور اللي هي فيها من الداخل حنين لا يقارن، ما فيك يعني ما فيك تقارنه بشيء تاني. هي الصداقات اللي نشأت نحن وصغار. نحن وصغار عشنا مع بعض، رحنا مع بعض، رحنا على النزهة، كنا نسميها المشوار نسميه نزهة، كنا نروح على النزهة مع بعض ناكل سندوشات مع بعض. طيب دكتور رئيس، كيف تعرف اليوم الصديق من الشخص المتملق أو المجامل أو المرائي اللي جاي يقول لك كلمتين ومفكر أنه بكلمتين حلوين يعني ممكن يكسبك، ممكن يصير شخص مقرب؟ في ناس هيك بفتكروا أنه مجرد يعني أنت حطيت صور على التلفزيون. نعم. كنت ولد وكبرت وشعري أسود وبعدين شعري شايفون. نعم. ودخلت الستين. نعم. أقول لك بعد حدا بيقدر يضحك علي؟ طيب كيف تعرف؟ أنا ما عم أقول بيضحك من عليك. من أول ما بقول ثلاث كلمات تقدر، وصعب ان ادخل معي. هلا في ناس بدون شك خذلوني، في ناس راهنت عليهم وخذلوني، في ناس خذلوني. ولكن اذا بتقارن الناس، العدد الناس اللي بيمرقوا علي مع الناس اللي انا باخذهم من اللي بيمرقوا علي مع الناس اللي خذلوني، بتلاقيهم قلال. وبعدين في ناس بيعتقدوا اني انا ما بعرفهم، لا بعرفهم. في ناس بتعرف انهم، في ناس بتعاطى معهم بيعتقدوا انه انا ما بعرفهم، لا بعرفهم، بعرف حقيقتهم، بعرف حقيقة أمرهم، بعرف وشوشاتهم، بعرف طعناتهم، بعرف سكاكينهم، بعرف كل قصصهم. بس العمل العام، العمل العام مختلف عن الحياة الخاصة. أنا قبل ما أدخل بالعمل العام كان الناس اللي شوفهم محدودين جدا جدا جدا. من بعد ما دخلت بالعمل العام أصبح الوضع مختلف، لأنه بدك تتعاطى مع كل الناس. نعم. ما فيك تجي تقول والله أنا هاي مقاييسي وبالتالي بدي أتعاطى مع الناس ضمن مقاييسي أنا اللي بحياتي الخاصة. بحياتك الخاصة بدك تترك العمل العام وساعتها بتعزم فلان أو ما بتعزمه، بتروح لعند فلان أو ما بتروح لعنده. بس لما بتدخل بالحياة العامة هذا مستحيل. طيب بتحس أنه بيتك مليء بالأصدقاء ولا مليء بالمجاملين دولة الرئيس؟ لما من اثنين، أصدقائي باستمرار بشوفهم، والمجاملين بشوفهم، والمرائين بشوفهم، والمنافقين بشوفهم، واللي بيعتقدوا حالهم عم بيقرقوا علي بشوفهم، واللي بيضحكوا علي بيعتقدوا انه بيضحكوا علي ومرقى القصة بشوفهم. طيب. واللي بيجيبوا لي خبريات مشان يخلقوا مشاكل بيني وبين الآخرين بشوفهم. وفي ناس بيعتقدوا انه التليفون مش شغال مثلا، بيجوا بيجيبوا لي خبرية عن فلان بيعتقدوا انه والله وقعوا بيني وبينه، ما بيخطر ببالهم انه والله ممكن اخذ تليفون وانا اكلمه اقول له والله يا فلان وصلني الخبريه هاي. يعني الدنيا مليانه من كل الاصناف، وعندنا بلبنان الاصناف متعدده جدا. نعم. دكتور رئيس، لما يعني بتشوف السياسيين قاده زعماء، هل يعني ممكن تنشأ صداقات؟ يعني هل فينا نقول هناك عندك أصدقاء حقيقيين من قادة العالم؟ نعم. مش بس العلاقة السياسية. لا لا. هل أنت معجب بهؤلاء؟ ومن أبرز هؤلاء؟ يعني إذا ذكرت لك مثلا، ذكرنا جلالة الملك فهد في سياق الحوار، إذا ذكرت لك الأمير عبدالله، إذا ذكرت لك الرئيس شيراك، الرئيس الأسد. نعم. مهاتير محمد محفظ اللقب، يعني
هل هؤلاء أصدقاء؟ أصدقاء 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 فعليين؟ أصدقاء فعليين. والدليل لصداقتهم أنه في مثل بقول الصديق عند الضيق. نعم. شيء أنا مرأت بكوني رئيس وزارة. نعم. بصعوبات. فكنت أولا أنا ما بتقل على أصدقائي. ما في عنا مثل بيقول إذا حبيبك عسل ما تلحسه كله. صح. فأنا هالمثل هذا بعتبره أساسي. أساسي. فأنا ما بتقل على أصدقائي، ولكن لما بقصدهم بشغلي بقصدهم لما بكون فعلا بحاجة لإله. ولا مرة خزلوني، ولا مرة خزلوني. وهذا برأيك يعني مقياس أو معيار؟ معيار أساسي. شو الصديق عند الضيق؟ يعني أنت بتعرفوا لما تكون أمورك ماشي وأحوالك كل العالم أصحابك. بالتالي يعني لما بتتكلم عن الصداقات، الصداقات موجودة بعالم السياسي. هلا احيانا عامل السن. نعم. عامل السن بيلعب دور. والخبره والمعرفه هذه. وبعدين في شيء تاني، في ناس بنفتح قلبك لإلهم، في ناس ما بينفتح قلبك لإلهم. بتقضي 20 سنه انت ما بينفتح قلبك لإلهم. طب اذا ما فتح قلبك ومضطر تتعامل معهم، شو بتعامل انا وياهم؟ لانه هن ما بكون فتح قلبهم لإلي كمان، بس بتعامل انا وياهم. طب هل فتح القلب مرهون بالآخرين بالنسبة لإلك دائما؟ لا. يعني عندك لا قدرة على لا عندي عندي يعني ما قدرة. عندك مواقفك، ما عندك رفضك المسبق ل شوف لإلك. يعني أنا بقدر أدلك على الأقل 6-7 أشخاص هولي أصدقاء. أصدقاء منهم اللي ذكرتهم. نعم. ذكرت رئيس الأسد أنت؟ لا ذكرت رئيس الأسد. نعم. رئيس الأسد الله يرحمه كان من الناس اللي أنا أشعر بصداقتهم وبعطفهم ومحبتهم. الرئيس بشار أيضا من الناس اللي أول ما تعرفت عليه انفتح قلبي لإله، وشعرته إنسان خلوق وذكي، و فيك تبني صداقة معه ومحبة رغم فرق السن بينه وبينه. طيب شعرت انه فتح قلبه بالمقابل لإلك؟ ايه ما شعرت غير شكل. طيب هل فينا اقول دوت رئيس انه صداقاتك مع السياسيين ومع الزعماء والقاضي خارج لبنان هي اكثر منها داخل لبنان؟ مزبوط. شو السبب؟ مش إيه مستقرة اكتر؟ مستقرة اكتر. ما فيها مصالح بقدر ما في. تماما تماما مستقرة اكتر. يعني تقريبا بنات علاقات صداقة مع معظم الناس اللي تعرفت عليهم واستمرت، يعني من تلفن لبعض، من شوف بعض، من بكل المناسبات، حتى بالمناسبات العائلية. مثلا مع الرئيس مبارك يعني نشأت صداقة بسبب انه صار الرئيس فترة طويلة وانا رئيس وزارة ايضا فترة طويلة. يعني على المستوى العائلي منشارك بالمناسبات العائلية مع الرئيس مبارك، مع الرئيس مبارك، مع الملك عبد الله، مع رئيس شراك. الرئيس شراك طبعا شفنا زوجته بعرس ابنك. يعني واحد. الرئيس شراك في علاقة صداقة تقرب للأخوة. ترى ما عنده أخوة هو. ما عنده أخوة. طيب دكتور رئيس اسمح لي اتوقف كمان مره مع استراحه، وبعد الاستراحه نتابع هذا الحوار.